بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أنا يوسف مصطفى فاروق هتكلم معاكم النهاردة إن شاء الله في فيديو سريع جدا عن اسكيميك هارت ديزيز باثوفيسيولوجي أند تايبس. بس قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نفهم أصلا هو إيه الديزيز دوت، إحنا محتاجين نعرف يعني إيه أصلا اسكيميا. اسكيميا ببساطة شديدة هي كونديشن ان ويتش البلاد فلو اللي هو الاكسجين از ريستريكتد، يعني قل عن الحاجة اللي محتاجها الجسم، وبالتالي حصل امبالانس بين الاكسجين والديماند، ومن ثم ديكريز التيشو بيرفيوجن. وما ان احنا هنا بنتكلم عن الهارت، فده هيؤدي في الاخر لايه؟ لمايوكارديال انفاركشن او مايوكارديال سيلولار نيكروز. فببساطة شديدة لو افترضنا ان ده القلب وادي البلاد فيسلز، والمفروض ان هو البلاد فيسل بينقل الار بي سيز عشان تغذي الهارت، فلو انا جيت قفلت السكة على الهارت هيبدأ يحصل ايه؟ مايوكارديال انفاركشن. الاسباب كتير اللي ممكن تعمل لي مايوكارديال انفاركشن او ممكن تخلي الفيسل ده يتقفل، بس احنا هيهمنا هنا ان احنا نتكلم عن السبب اللي هو الرئيسي اللي هو الاثيروسكلروزز، وخصوصا لما يحصل اون توب الاثيروسكلروز دي ثرومبوزز، ودي اللي هتعمل لي في الاخر الكورونري ارتري ديزيز او المايوكارديال انفاركشن. طيب احنا محتاجين نفهم ايه هو الباثوفيسيولوجي بتاع الاثيروسكلروزز الاول. احنا عارفين ان البلاد فيسل بتاعنا بيتكون من 3 لايرز، الطبقه الداخليه اسمها تونيكا انتيما، والطبقه المتوسطه اسمها تونيكا ميديا، والطبقه الخارجيه هي التونيكا ادفنتيشيا. فلو جيت دخلنا كده جوه البلاد فيسل وقلت لك ان ده بيمثل لي كده التونيكا انتيما، وادي الاندوثيليال سيلز مترصصه، وده اليومن بتاع الارتري، تمام؟ طيب وادي المفروض ان دي الفلو بتاعي، ادي اللوكوسايتس والار بي سيز كلهم ماشيين، واللي بالاصفر دوت هو مين؟ هو ال دي ال اللو دينستي لايبوبروتين. في الطبيعي اللو دينستي لايبوبروتين بيدخل جوه الاندوثيليال سيلز بما يسمى ريسبتور ميديتد اندوسايتوز، بمعنى ببساطه شديده ان ال دي ال ماشي في الفلو، ماشي في اليومن، بيقابل الريسبتور بتاعه على الاندوثيليال سيلز فيدخل جوه، تمام؟ ده الطبيعي. ولكن اللي مش طبيعي ان يحصل اندوثيليال انجري. الاندوثيليال انجري اللي يعملها حاجات كتير زي السموكينج، هايبر كوليستروليميا، الهايبر تنشن، الدايابيتس ميليتس، وجيناتك زي الداون سندروم. داون سندروم بيبقى عندهم حاجه اسمها بريماتيور سينيليتي، يعني الخلايا بتموت بدري، تمام؟ او بتعجز بدري. كل دي ريسك فاكتورز تعمل لي اندوثيليال انجري. فلو تخلي بالك ان الاندوثيليال سيلز النورمال المسافات ما بينهم ضيقه، بينما الاندوثيليال لما يحصل الاندوثيليال سيلز لما يحصل فيها انجري تلاقي المسافات ايه؟ بدات توسع، وبالتالي تخلي ال دي ال يخش هو جوه التونيك اند. برضه لحد دلوقتي لسه ما فيش مشكله. المشكله ان لما الخليه بتموت بتطلع الكارت، بتقول يا جماعه انا مت، حد يجي بقى يشوف الموضوع ده يجي يتصرف. الكارت ده بنسميه ادهيجن بروتين مولوكيول. علشان مين يتعرف عليه؟ عشان يتعرف عليه اللوكوسايتس اللي ماشيه في الفلو، المونوسايتس، تفهم ان في مشكله هنا حصلت، فتبدا ان هي يحصل فيها سيلولار تشينج علشان تدخل هي جوه التونيك انتما، تحاول تشوف ايه اللي حصل او ايه المشكله اللي حصلت. اللوكوسايتس خلايا اكتف جدا طول الوقت، عماله تاكل وتطلع ايه؟ ماتيريال، تاكل وتطلع ويست برودكت. من ضمن الويست برودكت ديت اللي هي الفري راديكلز اللي بتطلع منها. الفري راديكلز دي لما بتطلع جوه التونيكا انتيما تبدا تقابل ال دي ال، تحوله من ال دي ال لاوكسيدايزد ال دي ال، وهنا تبدا المشكله بقى. الاوكسيدايزد ال دي ال ده بيعمل ايه؟ اول حاجه بيأكتيفيت الوايت بلاد سيلز اللي هي اوريدي موجوده جوه التونيكا انتيما، وبيعمل ايه تاني؟ بيعمل اتراكشن لمور سيركيوليتنج وايت بلاد سيلز انها تخش هي كمان جوه التونيك انتيما، عشان هي كمان تطلع فري راديكلز، والفري راديكلز تمسك في ال دي ال وتحوله لايه؟ لاوكسيدايزد ال دي ال. كمان الاكتيفيشن بتاع الوايت بلاد سيلز بيعمل ايه؟ بيخلي الوايت بلاد سيلز تحاول بقى تنجلف الاوفندنج ايجنت ده اللي هو الاوكسيدايزد ال دي ال عشان تتخلص منه. الفكره بقى لو احنا دخلنا جوه كده شويه جوه الفيسل وبقينا ايه بين التونيكا انتيما والتونيكا ميديا، يعني الطبقه المتوسطه والطبقه الداخليه، واحنا عارفين ان التونيكا انتيما دلوقتي مليانه اوكسيدايزد ال دي ال، وادي اللوكوسايتس او المونوسايتس اللي جايه من الايه؟ من فوق. فالمونوسايتس دي احنا عارفين ان هي عماله ايه؟ تاكل في ال دي ال لحد ما تتحول لخليه مليانه فات، بنسميها فوم سيل. الفوم سيل ديت الفكره ان اللوكوسايتس دلوقتي مليانه فات وعماله عايزه تتخلص من ال دي ال اللي هو ايه؟ متراكم جوه التونيك انتيما ده. بس الفكره ان اللوكوسايتس في الاخر هيجي وقت وعمرها الافتراضي هيخلص وهتموت، فلما تموت تفرقع، وتفرقع تطلع لك الكونتنت اللي جواها تاني، تاكل لوكوسايت تانيه او مونوسايت تانيه عشان تعيد الكره من اول وجديد. فالعمليه دي لما تتكرر كتير، اللوكوسايتس على
ميتة على اوكسيدايز دي ال دي ال على اللوكوسايت ميتة على اوكسيدايز دي ال دي ال تبدأ تكون الاثيروموتوسبليت اللي هي بالبلدي يعني النونو بتاع الاثيروسكلروس. ولو تلاحظ هتلاقي ان الاثيرومتس بليك هنا ايه اكسبوزد كده اكسبوزد للفلو، فتبدا الاندوثيليال سيلز تحاول ان هي تعيد كده تكبر على بعض علشان تغطي الاريا دي، ده اللي بنسميه اندوثيليال كاب. طيب التونيكا انت ما فيها بقى ايه نيوترنت، فيها صوديوم فيها بوتاسيوم وفيها كالسيوم، الكالسيوم ده يروح يديبوزيت كده على الاثيرومتس بليك وينشفها يعمل فيها هاردنينج فيحولها بقى لايه للاثيروسكلروزز، وهو ده الديزيز بتاعه. ولو تفتكر انا قلت لك ان في ريسك فاكتورز، في هايبرتنشن في سموكينج في دايابيتس، فلسه الاوفندنج ايجنت موجود ولسه بيحصل اندوثيليال انجري، وبالتالي الاثيروسكلروز ده بيبقى معرض لمين؟ معرض للار بي سيز اللي ماشيه، فبالتالي تبدا تعمل عليها ايه؟ ثرومبس. الثرومبس ديت وانت لسه فاكر ان في فلو هنا ماشي، فالفلو دوت عمال يهز في الثرومبس، فممكن يحركها هي ذات نفسها من مكانها علشان تحولها من ثرومبس لامبلس، اللي لو المشكله دي كلها حصلت في بريفرال فيسل الامبولس دي ممكن بنفسها هي تمشي وتروح تقفل الكورونري وتعمل بنفسها هي انجينا اسمها امبولس انجينا. تمام. طيب الكلام اللي احنا قلناه كله عن الاثيروسكلروز ده هنعيده تاني او نحطه في سب تايبس كده او في تايبس بثلاث اوجه مختلفه يعني عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. الوجه الاول وهو ان احنا نقسم الاثيروسكلروز دي لحاجتين، ستيبل بليك وهي اللي فيها سمول ليبيد كور، يعني الاثيروسكلروز اللي اتكون ده كان سمول ومتحوط بثيك اندوثيليال كاب اللي قلنا عليه من شويه. اما النوع الثاني وهي الان ستيبل بليك اللي هي بالعكس تماما اللي هو فيها بقى ايه لارج ليبيد كور وثين اندوثيليال كاب. الستيبل بليك دي بتعمل حاجه اسمها كرونيك ستيبل انجاين، بينما الان ستيبل بليك دي الثين اندوثيليال كاب ده معرض ان هو يحصل فيه رابشر ويفرقع ويعمل لي ثرومبس زي لسه ما احنا قايلين من شويه. الثرومبس ديت يا اما تقفل لي الفيسل مش كله سب توتال اوكلوجن، يا اما تعمل لي توتال اوكلوجن تقفل لي الفيسل تماما. لو عملت سب توتال اوكلوجن هتعمل لي ان ستيبل انجينا او نون اي ستي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، او لو حصل توتال اوكلوجن هتعمل لي ستيمي او اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. طيب هنفهم الاربع عناوين دول بالتفصيل دلوقتي. الوجه الثاني وهو ان احنا عايزين نعرف ان القلب بتاعنا الوول بتاع القلب بيتكون من 3 لاير، الطبقه الداخليه هي الاندوكارديوم، الطبقه المتوسطه هي المايوكارديوم، والطبقه الخارجيه هي الايبيكارديوم. وتسهيلا احنا هناخد الشيب دوت علشان نعبر عنه ايه ونشرح عليه. فاحنا قلنا في الاحتمال الاول ان الفيسل حصل فيها ايه؟ حصل فيها سمول ليبيد كور وثيك اندوثيليال كاب. تمام؟ فبالتالي لو تلاحظ هتلاقي ان القصه دي كلها قفلت للفيسل حوالي 70%، عامل 70% اوكلوجن و30% لسه ايه بيدي شويه دم. فبالتالي الشخص ده ديورنج ريست وهو ما بيعملش اي حاجه خالص مفيش اي مشكله. ليه؟ لان ال 30% دول يعني موصلين شويه دم، الديماند قد الاكسجين، تمام؟ الحاجه الى الاكسجين قد توفر الاكسجين، وبالتالي مفيش سيمتومز. ولكن المشكله تبدا لما الشخص ده يخش في اكتيفيتي، يبدا يعمل اكسرسايز، وبالتالي تخش الميوكارديال سيلز في ستريس، لان بقى دلوقتي الديماند اتقل بكتير من توفر الاكسجين، هو محتاج اكسجين والاكسجين مش متوفر، فده اللي يعمل لي التيبيكال انجينال بين اللي هو عباره عن ثلاث حاجات، سب استرنال شيست بين بروفوكد باي اكزرشن يعني بيزيد بالاكتيفيتي، وريليفد باي ريست او نيتروجليسين، نيتروجليسين اللي هو الفازو دايليتر، لو وسعت الفيسل بالتالي هيزيد ايه فرصه توفر الاكسجين. تمام. طيب ودي اللي في الاخر بنسميها ايه ستيبل انجينا اللي كانت ناتجه عن مين؟ عن الستيبل بين. اما الاحتمال الثاني ان يبقى فيه ايه ثين اندوثيليال كاب ولارج ليبيد كور فيحصل ايه الان ستيبل بليك، وبالتالي هي معرضه ان هي ترابشر فيتكون عليها ثرومبس، الثرومبس دي تقفل لي الفيسل زي ما انت شايف حوالي 90% اوكلوجن. تمام. ولكن في البدايه بيبقى المايوسايتس اسكيميك بات نوت يت نكروز، يعني لسه ما ماتتش، يعني امبندنج نكروزس، يعني خلي بالك هو حصل 90% اوكلوجن والشخص دوت ممكن بيبقى حاسس بالانجينال بين ايفن ديورنج ريست، فدي اللي بنسميها ان ستيبل انجينا، يعني عنده ان ستيبل انجينا هي لسه يعني مش عارفين هتعمل ايه. فالشخص ده يبقى عنده انجينال بين ما نقدرش نقول عليه تيبيكال قوي لان هو مش بيتاثر بالاكتيفيتي ولا بيليف باي نيتروجليسين ولا بالريست لان هو ان ستيبل، ان ستيبل ان في 90% اوكلوجن، سواء انت الشخص ده ارتاح او ان هو اخذ نيتروجليسين مش هياثر معاه، ده كمان البين ده زي ما قلت لك هو ممكن يكون ايفن ات ريست وذ مور ديوريشن بيعدي ال 20 مينت، هناك التيبيكال انجينال بين المفروض بيقعد 10 مينت بس ويخف.
تمام. طيب فدي هي الانستابل انجينا اللي احنا قلنا فيها ايه، فيها امبندنج نكروزز. الاحتمال اللي بعد كده وهو ان يبقى في بقى النكروزز اوكير فعلا، النكروز حصل، ساعتها بقى بنسميها نون اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، والترم ده هنفهمه بس في الوجه الاخير من الايه، من الكلام. فالنكروز اوكير، بس النكروز ده بيحصل بس في الحته دي اللي هي بنسميها ايه، سب اندوكارديال انفاركشن. اتفقنا ان الحته دي اسمها اندوكارديوم، والحته دي اسمها مايوكارديوم، الحته يعني دي كده مع الحته دي اسمها مايوكارديوم، والحته دي اسمها ايه، ايبيكارديوم. فالنكروز بيحصل هنا بس. طب ليه؟ لان اولا البلاد فيسل هو ده الفنتركل، ده المفروض الدم كله هنا، فالدم موجود اصلا معظمه هنا فالاندوكارديال لاير، يعني السبلاي بتاعها كويس لان الدم كله مليان هنا. طيب امال الحته ليه ما حصلش فيها نكروزز؟ لان اصلا ماشي عليها البلاد فيسل، والبلاد فيسل وهو بيبعت برانشات بيقل بيقل بيصغر بيصغر لحد ما يوصل لاصغر حته هنا، هي اقل حته فيها سبلاي، فيبدا يحصل ايه، السب اندوكارديال انفاركشن، وهي دي اللي بتعمل لي نون اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. الاحتمال الاخير وهو ان الثرومبس دي تبقى كبيره جدا فتقفل لي الفيسل 100%، ودي اللي بنسميها اس تي اليفيشن بقى مايوكارديال انفاركشن، وساعتها نكروزز هيكون فيري سيفير، فمش هيفرق بقى حضرتك كنت جوه ولا بره، لا ده هيحصل ترانس ميورال انفاركشن، يعني انفاركشن ثرو الوول كله. تمام. طيب الوجه الاخير هو ان احنا بقى نحطهم قدام بعض علشان نفهم بقى ايه الفرق ما بينهم. اتفقنا الاول ان الستيبل كورونري ارتري ديزيز البليك بتاعتها ستيبل، لكن الباقي كله ان ستيبل، واكوردنج للسيفيريتي او اكوردنج ثرومبس قفلت قد ايه او النكروز حصل قد ايه بنفرقها. فالان ستيبل اتفقنا هي امبندنج نكروزز، النون اس تي اليفيشن حصل سب توتال اوكلوجن في الان ستيبل وحصل نكروزز، بس النكروز ده يعني لسه حبه صغيرين، هو سب اندوكارديال انفاركشن، بينما الاس تي اليفيشن ده ان ستيبل وذ توتال اوكلوجن وحصل ترانس ميورال انفاركشن. طيب بالنسبه بقى للمايوكارديال ديث، فاتفقنا في الستيبل والان ستيبل اصلا ما فيش سيلولار نكروزز، ما فيش خلايا ماتت، بينما في النون اس تي اليفيشن والاس تي اليفيشن لا، ده السيلولار نكروزز اوكير. تمام. طيب بس الاس تي اليفيشن دي اكتر من النون اس تي. الخلايا بتاعتنا المفروض ان هي مليانه انزيمز، مليانه مايكرو اورجانيزمز، مليانه نيوترنت، فلما تفرقع بتطلع الكونتنت اللي جواها ده بره على السيرم، وبالتالي لو انا جيت قست الكاردياك انزيمز في الستيبل وان ستيبل هو اوريدي اصلا ما فيش سيلولار نكروزز، فما فيش اليفيشن في الكاردياك انزيمز، بينما في النون اس تي اليفيشن والاس تي اليفيشن لا، ده في نكروزز فبالتالي في اليفيشن في الكاردياك انزيمز. اخيرا الاي سي جي تشينجز، المفروض ان الاي سي جي ده هو بيرسم لي الكهرباء اللي ماشيه في الخلايا، وبالتالي لو في خلايا ماتت الكهرباء هتبدا تبوظ، هتبدا ان الدنيا ما تبقاش ظاهره. فاوريدي في الاستيبل ان ستيبل مفيش خلايا ميته فمفيش اي سي جي تشينج، بينما في النون ستيمي والستيمي في خلايا ماتت، بس خلي بالك النون ستيمي الخلايا اللي ماتت ما كانتش بالدرجه الكافيه ان هي تعمل سيجنيفيكانت اي سي جي تشينج، عشان كده اسمها النون اس تي اليفيشن، يعني مفيش اس تي اليفيشن، يعني خلي بالك هو في خلايا ماتت بس ايه، بس مش بالدرجه ان هي تعمل لي سيجنيفيكانت تشينج. ممكن الاقي ترانزيانت اس تي اليفيشن، ممكن الاقي تي ويف انفيرجن، هلاقي شوية تغيرات ولكن انا مش فاهمها، يعني حاجات مش significant، بينما في الاس تي اليفيشن مايكارديال انفاركشن لا، من اسمها ده حصل ديف بدرجة كافية ان هي تعمل significant change اللي هي الايه، الاس تي سيجمنت اليفيشن. ده كده ببساطة شديدة يعني الاسكيميك هارت ديزيز باثوفيسيولوجي اند تايبس، الفرق بين الانستيبل والستيبل والنونستيمي، عشان الحاجات دي بتلخبط يعني. فيديو بسيط يعني، اتمنى يكون ايه وصل ولو جزء من المعلومة. شكرا جدا، السلام عليكم ورحمة الله.